حياكم الله من جديد. في عصرنا هذا أصبح إدمان مسكنات الألم بأنواعها المتعددة هو الحل ربما السحري بالنسبة للكثيرين، والملجأ الفوري لكل آلام الجسم، خاصة مع ظهور بعض الأعراض المصاحبة للصداع والإنفلونزا، ومع الإسراف والاستخدام المفرط والخاطئ الذي قد ينتهجه أولئك في استخدام تلك المسكنات، قد يتسبب ذلك في دخولهم دائرة ما يسمى بالإدمان وما يلحقها من تداعيات وتبعات ليست جيدة تجاه الصحة. كفانا الله وإياكم كل شر. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو الدكتور وليد البديوي، استشاري طب الأسرة بمدينة الملك عبد العزيز الطبية. حياك الله معنا دكتور. الله يحييك. شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. الله يحييك أخي والجميع. خليني أسألك دكتور أول شيء قبل ما ندخل أنه هل هو إدمان ولا مو بإدمان، متى المفروض أصلا الشخص يأخذ مسكن؟ طيب أنا بعطي مقدمة بسيطة وسريعة يعني في نفس الوقت. موضوع الألم موضوع معقد طبعا. هو في ناس يعتقد أن الألم له علاقة بالجهاز العصبي فقط، لا، الألم له علاقة بالجهاز العصبي، له علاقة بالنفسية، له علاقة في أعضاء معينة، كل عضو حتى له أنواع مختلفة من الألم. يعني المعدة نفسها مثلا في لها ألم، مثلا القرحة غير ألم اللي هو الانقباضات، المعدة غير ألم كمثال. عندك الآلام اللي نسميها الآلام الحشوية، اسم طبعا ترجمة حرفية لشيء اسمه الفيسيرال بين، هذه علاجها تماما مختلف عن الآلام اللي هي اللي تكون آلام غير حشوية، مثلا مثل آلام العظام وما شابه، كل واحدة لها علاج مختلف. الإنسان طبعا يقدر يستخدم الأدوية اللي هي الأدوية باستمرار بدون ما يأخذ وصفة طبية بعد ما يتم تشخيصه ومراجعة الطبيب والتأكد من حالته، والطبيب يعطيه نصيحة يقوله تأخذ الأدوية هذه عند اللزوم. هنا يبدأ استخدام الأدوية عند اللزوم، بس ما هو بناء على قراءة، وليس بناء على نصيحة طبية ولا نصيحة من صديق، أقصد نصيحة من صديق وليس نصيحة من مجرب أو من مجرب اسمع مجرب على العين. هذا الكلام قد يصح في بعض ما، طبعا هذا مثال شعبي نحترمها، لكن ما تصح في أغلب الحالات، ما تصح حقيقة. بعضهم يقول هذا مجرب، حتى الناس يحط فيها الآن، طبعا هذول الناس هذه عملية مجرمة الآن، ممارسة الطب بدون شهادة، واحد يكتب مجرب يتكلم عن شيء واخذوا ولدي ولا اخذته بنتي ويكتب مجرب بين قوسين، هذه مجرمة ترى في النظام. يقدر ما هي بوحدة طبعا، التفاعلات مختلفة، نوعية الألم، هذه عدة أشياء. فالمسألة أعقد من أنه يستطيع الواحد يفتي فيها بدون ما يأخذ رأي طبي. ممتاز. متى المفروض أن نأخذ المسكن؟ المسكن يؤخذ بعد ما يكون في تشخيص عند الإنسان منتهى منه معروف، ويعطى توجيه طبي تأخذ مسكن عند اللزوم، هذه الحالة الوحيدة. هل يمكن أنه يصل الشخص اليوم لمرحلة إدمان المسكنات؟ في إدمان المسكنات، لأن الناس أول ما يسمع كلمة إدمان يتبادر على ذهنه المخدرات والأشياء، لا، في إدمان مسكنات فعلا. قد يصل الأمر فيه أنه نفسيا أو حتى جسديا إذا ما أخذ المادة هذه أو المسكن هذا، قد يدخل في دائرة من الألم، ما يقدر ينام، ما يقدر يمارس حياته الطبيعية، ما يقدر يقابل أحد ذاك اليوم. فهذا الموضوع معقد طبعا. فقد يدخل دائرة الإدمان، وقد يكون تأثير إدمان أسوأ من الإدمان على الأدوية اللي هي حتى الأدوية المحظورة. بعض الأدوية المحظورة حتى لو أدمنها الواحد لها تأثيرات، لكن بعض الأدوية اللي هي الغير محظورة قد يكون تأثيرها أسوأ من المحظورة. وش العلامات بالنسبة لكم كأطباء دكتور اليوم اللي تعطيك يمكن تصور أو مؤشرات أو علامات أنه الشخص مدمن للمسكنات؟ طبعا يجيك أو شيء الكمية اللي يأخذها باليوم، إيه؟ قد يجيك واحد يقول لك أنا لازم أخذ لي 10 حبات، علبة كاملة مثلا يوميا. قد يقول لك أنا ارتبطت عندي بالمثلا قبل النوم، إذا ما أكلت هذه ما أنام. وفي النهاية ما عنده تشخيص معين، يعني ما في عنده تشخيص يحتاج أخذ الحبوب. في ناس عنده مشكلة مزمنة للشقيقة مثلا، صداع شقيقة، هذا يحتاج يأخذ أدوية بطريقة مستمرة، لكن يجي يأخذه ما في شيء مشخص عنده وراح للطبيب ما لقى في شيء، هذا أقدر بدأ يميل الأمر إلى إدمان نفسي أكثر من إدمان عضوي. الإدمان العضوي يكون فيه مشكلة في الجسم، لكن ما في مشكلة في الجسم، هذا إدمان غالبا نفسي. هل هناك مضاعفات اليوم لإدمان المسكنات؟ مضاعفات نفسية. تخيل واحد ما أخذ العلاج اللي يعتقد أنه هذا علاجه، إذا ما أخذ نفسيته كيف بتكون؟ بتكون سيئة جدا. الشيء الثاني تأثيرات على كافة الجسم، الكبد، على البطن، على المعدة. بعض الأدوية حقت الإدمان أدوية الآلام مثلا مفاصل العضلات تسوي تقرحات في المعدة، وقد تحول إلى قرحة نازفة، وقد يصل الأمر في أسوأ الاحتمالات إلى ثقب في المعدة حتى. يا ستي. نعم. الأدوية اللي تستخدم طبعا قد تؤثر على الكلى، بعض أدوية مسكنات هذه قد تؤدي إلى فشل كلوي، الله يعافينا.
بس هذه على الاستخدام طويل الامد. احنا قلنا خلاص مدمنين ذولي، هذا صار ما يمشي الا لما ياخذ الادويه ذي، وصل المرحله ذي عشان ما الناس ما ترتعب تفكر انه موضوع. طبعا في شوف الادويه، شركات الادويه طبعا كمثال ملزمه انها لو تجي حاله من 10 ملايين لازم يذكرونها. ادخل على وصفه البنادول اللي كل الناس تستخدمونه تجد اشياء مخيفه. بعض الناس يمكن لو يقرا الوصفه يخاف، تكلم عن فشل كبد، تكلم عن اشياء كثيره. طبعا هذه اشياء تحدث على المدى الطويل وعلى كميات كبيره. بعض الناس ما عنده ما ياخذ 10 حبات بنادول مع بعض. انا اعرف شخص بيوم واحد مع بعض، مو بيوم واحد مع بعض، اخذها مع بعض وبعدين اخذ واحده الصباح بعدين بالليل جاء اخذها مره ثانيه. يعتقد ان البنادول دواء امن وما عندي مشكله فيه لو اخذ منه 10. يعني في ادمان قد يكون، يعني بعض الناس درجات الادمان، في ناس خلاص حبه بالليل اوكي ولا حبتين في اليوم ارحم من الشخص اللي ياخذ لي سبعه ولا سبعه وعشرة، لانه وصل مرحله نفسيا صارت سبع حبات ما تسوي معه شيء، فبدا يزيد كل شويه الكميه لين وصل 10. هي طبعا الجرعه الموجوده يمكن الان لا تزيد عن 1000 4 مرات في اليوم. هذا البنادول، فلما يجي المريض ياخذ له 1000 يشوف ما في يبدا يزيد، يقول ليش ما ازيد انا؟ ما يدري انه اي شيء اكثر من الجرعه القصوى اثار جانبيه بدون فائده. بسالك سؤال. تفضل خذ راحتك. وهالسؤال يمكن موجه تجاهكم انتم كاطباء. نعم. في كثير من الاطباء يعني في 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 اسراف، البعض يرى في اسراف يمكن من جانب الاطباء، يمكن في حتى في وصف المسكنات. مع هذا الراي ولا ضده؟ اذا هو في حاجه اكيد يعني لازم. على فكره ترى الالم هذا في بعض تقييمات المستشفيات والاطباء، اذا ما تم العنايه بالالم واعطاء العنايه واعطاء حمايه او علاج الالم الكافي في مستشفيات قد لا تتجاوز بعض المعايير العالميه. يعني في عندنا مثلا اكلمك اعتراف المستشفيات عن طريق مؤسسات التقييم العالميه، عندهم شابتر او عندهم قسم خاص للالم، معالج الالم في المستشفى. هل في علاج كافي للالم في المستشفى؟ اذا في علاج كافي للالم يجتاز المعايير، اذا ما في علاج ما يكفي. فالطبيب لما يصر اذا المريض يحتاج علاج الالم لازم ياخذه. بعض الطبيب عنده اسباب تخليه يعطي ادويه الالم. طبعا اول شيء انه الطبيب يرى انه اذا ما اعطى الالم هذا قد يحدث اشياء اسوء. يعني جي في فترة معينة انتفضت وزارة الصحة على موضوع المضادات الحيوية صراحة، وكان لها قرار صارم فيما يتعلق بالمضادات الحيوية لأنه انتشر استخدامه وصارت مناعة الناس الله بالخير. صحيح. ليش ما يكون الشيء هذا إذا كانت كل المخاطر اللي ذكرتها تتكلم عن أعضاء حيوية بالجسم يعني تأثر بشكل كبير على مسار حياتك؟ نعم. ليه ما تكون الوصفات أيضا أو المسكنات مضبوطة بعملية الوصفات؟ عالميا في اشياء اسمها اللي فوق الرف او اوفر ذا كاونتر اسمها، تنحط فوق الرف ممكن يشتريها الواحد، لكن في لها حدود قصوى للجرعه. يعني البنادول له حدود قصوى، حتى البروفين استخدامك عليها طبعا انت تكون مسؤول عنها. البروفين مثلا في اللي هو حق الام العظام، في بعض في منه جرعه 100 200 هذه ممكن تكون لا زالت في حدود اللي هي الاستخدام الآمن بحدود، بس ممكن يجيك لواحد اخذ له 10 حبات بروفين حتى لو هي 200 كم صارت 2000، بس في جرعات معينه ما يسمح فيها. ففي اكثر من بالذات ادويه اللي هي طبعا البنادول الان في تشكيله حتى صار ادمان نفسي. نايت بنادول نايت يعني نايت لازم اخذ نايت. خلينا نبعد عن الاسباب التجاريه بس عشان يعني مثلا مثال برستمول يعني باراسيتامول تكلم بسرعه بالضبط. فصح كلامك طبعا ما ودنا ما تكلم عن شيء لك تكلم عن مبدأ انت تتكلم خذيتها مثال. صحيح. تفضل. باراسيتامول بعض الحين يضاف وكثير شيكات كاتبه نايت مو بس البنادول طبعا في باراسيتامول كاتبين باراسيتامول نايت مثلا فالمكتب نايت خلاص الانسان يرتبط منه هذا حق النايت. طيب يجيك مثلا بنادول فلو ولا رجعت للبنادول انا مره ما يخالف الباراسيتامول فلو مثلا فيجيك خلاص يرتبط عنده فلو، بس راى لما اخذه للفلو اول اكتشف عنده شغله ثانيه اللي هي انه ارتاح من اشياء ثانيه ما اخذ الباراسيتامول فلو. تلقى كان عنده حساسيه بالانف من زمان ما يدري خذاها وجت هذه ضبطت امور فيعتقد انه هذه كويس فادته، بس في النهايه الحساسيه الانف لها علاج اخر غير الباراسيتامول فلو طبعا لازم نروح له. هل كل الادويه لها نفس الضرر والمشاكل؟ اتكلم عن المسكنات. في تفاوت طبعا. في تفاوت نظر بناء على اللي شيء يسوي العلاج هذا. الادويه اللي تؤخذ للعلاج اللي طبعا المفاصل غير الادويه حقت تاثير طريقه عملها تختلف عن طريقه عمل الباراسيتامول مثلا. الايبوبروفين تختلف طريقه عمله، فكل واحد الضرر اللي ممكن يتاثر منه ولا اللي الضرر اللي ممكن يحدث بناء على طريقه عمله. مثلا عندك ادويه اللي تساعد في الام العظام المفاصل لها تاثير انها تمنع شيء اسمه البروستاجلاندين او ماده حيوية في الجسم
تقطعها بحيث لا يحس الإنسان بالألم. فإذا قطعت المادة هذه من آثارها الجانبية تؤثر في تكوين الغشاء حق المعدة، فبالتالي ممكن تيجي قرحة على المدى البعيد كمثال يعني. سواصل معك دكتور، يمكن نتكلم هنا عن أثر المسكنات على سيولة الدم، وهذا يمكن أحد المفاهيم اللي اليوم موجودة، لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد، حديثنا في هذه الفقرة حول إدمان المسكنات ربما وطرق الخلاص منها، كذلك الأعراض التي يمكن أن تنتج عن هذا الإدمان للمسكنات. وضيفي هو الدكتور وليد البديوي الاستشاري طب الأسرة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأعراض لاستخدام المفرط أو الإدمان إذا جاز لنا تسميته للمسكنات. هل تؤثر المسكنات بشكلها العام، يعني كل أنواع المسكنات، هل تؤثر على سيولة الدم؟ هل ترفع سيولة الدم؟ نعم طبعا، في حسب نوع البعض، فعلا بعض المسكنات تؤثر في سيولة الدم، لذلك ما ننصح باستخدامها بإنسان يأخذ مسيلات دم أصلا. يعني أسبرين هو للألم والتسييل الدم في نفسه، بس واحد يأخذ أسبرين مثلا ما ننصحه، ممكن نمنعه عن أدوية مسكنات معينة أخرى. ففعلا بعض المسكنات لعلاقة بسيولة الدم لازم ما تؤخذ إلا التأكد، إذا الواحد عنده أمراض في سيولة الدم لازم يستشير طبيبه قبل ما يأخذها حقيقة. في نفس الوقت بعض الأدوية لما تأخذها مع مسيلات دم يعني تزيد من مفعولها، تزيد مفعول مسيلات الدم، لذلك موضوع سيولة الدم موضوع مهم جدا، ويجب الواحد قبل ما يفرض في استخدام الأدوية هذه أو قبل ما يستمر عليها بناء على نصائح غير طبية أو نصائح من مجرب، فيبالو يتأكد من المواضيع هذه كلها قبل ما يبدأ بأخذ الأدوية. اليوم وإحنا في وسط الـ نعم. يعني أو إن شاء الله أننا في آخر مراحل الجائحة مع الجرعة الثالثة وحتى الجرعة الثانية، يمكن الجرعة الأولى، خذ الجرعة وكل 4 ساعات خذ لك مسكن. نعم. أوكي، هل هذا الشيء يصلح لكل الأعمار؟ يعني شخص 80 أو 70 هل يقدر يأخذ جرعة المسكن هذا كل 4 ساعات؟ هل يناسب جسمه؟ هل يناسب سيولة الجسمه؟ شخص بشباب عمره بالعشرينات هل ينفع يأخذ كل؟ نبي بس رؤيتك حول هذا الموضوع. كل علاج له جرعة ابتدائية وجرعة قصوى. بالنسبة لكبار السن عشان الحذر لازم نبدأ من جرعة أقل، وما نستعجل في أخذ الجرعة الأعلى. يعني بعض الأحيان إذا لقينا ما في استجابة، وش الجرعة الأعلى؟ حسب مثلا المسكنات اللي باراسيتامول، جرعة العلوة مثلا ممكن تاخذ 1000 ملي جرام الى 2000 ملي جرام يوميا، بعض الحالات الى 4. لذلك يعني يعتمد، يمكن كبار السن ما نعطيهم الجرعة القصوى، يعتمد هل ياخذ أدوية أخرى ولا لا، في أدوية ما تصلح تاخذها مع مسكن معين، هذه كلها لازم تدرس جيدا. ما نقدر نطلق قاعدة على أي شخص نقول والله العمر فقط لوحده ما يكفي. الحالة الصحية، هل أخذ أدوية أخرى، هل عنده هل عنده مثلا، هل يمكن يأخذ يطلع يأخذ مسكنات أخرى، في مهم جدا لازم أراجع المريض، يمكن يأخذ مسكن آخر أقوى من اللي أبغى أعطيه إياه. يعني في ناس مثلا عنده مشاكل في العظام طول عمره يأخذ المسكن خلاص، من في الباراسيتامول بالنسبة له يعتبر شيء ثانوي مقارنة باللي يأخذ باستمرار. في مفهوم آخر يمكن، وإحنا بما نتحدث يمكن عن مدمن المسكنات لكن التعود على أخذ يمكن المسكنات والمسيلات، في مفهوم دارج وتحديدا عند الأشخاص الأربعينيين الآن خلال الفترة، أنه لازم تأخذ حبة أسبرين كل أسبوع، هذه مهمة تأخذها عشان الدم وعشان التجلطات وعشان. في المقابل في فريق آخر من الأطباء يقول لك لا يا أخي مو بصحيح الكلام، مارس رياضة، تغذى غذاء صحي، وتركك من الأدوية والكلام الفاضي. أي أنت بعي الفريقين؟ الأسبرين طبعا درس، أكثر أدوية اللي درست هذا الأسبرين. ليش؟ لانه هو قديم، في الاسبرين قديم جدا وله جرعات، الادويه الاولى الادويه القديمه زمان، فتعرض لدراسات كثيره. له جرعه من اقل جرعه اسمها بيبي اسبرين، الان طبعا ما يعطى الاطفال الاسبرين لانه يسبب عندهم متلازمه معينه، طبعا هذه ما راح اتكلم عنها، الاطفال ما يعطى اسبرين، صار البيبي اسبرين سيعطى للكبار، يعطى في حالات لمنع التجلطات والاشياء، درس جيدا.
الفريق طبعا فريق كفة وأرجح، الفريق اللي يقول لك خذ حبة يوميا منه. طبعا في تفاصيل معينة تأخذ، في نوع اللي يسموه الكوتد، الحبة المغلفة منه اللي ما تأثر في المعدة، توقيته مع الأكل. بس بصورة عامة الفريق اللي نصايحه طبعا اللي ينصح بأخذه يوميا أسبرين مع سواء ضغط ولا كوليسترول مرتفع ولا حتى الإنسان العادي للمنع، برضه كل فريق يعني حجته أقوى لحدنا. لكن هذا دقيق الكلام علميا. هذا ياخذنا الى نقطه اخرى. اي تفضل. في التعامل مع الالم، في عندنا ناس يقول لك اعالج الالم. علاج الالم خلينا نخليه خطوه اخرى، في شيء اسمه منع الالم. يعني مثلا عندنا حاله شقيقه مثلا تحتاج الى علاج للالم، لانه الم صداع في الراس، نظر النبضات، بعد التاكد ان ما في سبب اخر مسبب الشقيقه، فنتجه يعني خلينا نفكر خطوه، يعني خطوه نتقدم خطوه، نبحث عن منع الالم هذا. يعني هذه الشقيقه له ادويه تؤخذ لمنع الالم، وهي اسلم كثير من ادويه الالم نفسها. فاذا استطعنا نبدا نمنع الالم بادويه يكون ممتاز. اضافه لذلك في بعض الادويه تمنع حدوث الالم اصلا في مثلا مرضى الشقيقه، وفي نفس الوقت لها مفعول محمود، لها مفعول على النفسيه محمود، مفعول محمود على النفسيه مثلا. اللي منها الادويه اسمها اللي مثلا سبرايك طبعا، او عفوا ايسيتوبرام اسمه عشان لا نروح بالاسماء التجاريه. فهذا له اثار، اول شيء يساعد في التجلط، يعني ما يحتاج تاخذ اسبرين معه. ثاني شيء موضوع اللي هو النفسيه، تلاقي في تحسنات نفسيه، النوم تحسن، وفي نفس الوقت يخفف من احتمالية حدوث الشقيقة. فعشان كذا الطبيب لما يروح للمريض، المريض يمكن يقرأ في هذه والله علاجها كذا، طيب هل روح لي تعال للطبيب ينصحك بأنه والله بعطيك أشياء تفيدك أكثر من الفائدة دي وتمنعها. فهذه أهمية اللي استشارة الطبيب في الحالة يمكن يفيدك أكثر من اللي في الاستباء الفائدة اللي توقعها. أنا بس برجع لنقطة الأسبرين لأنها صراحة مهمة. طيب لأنه الجزء الكبير يمكن من هذا الفريق يقول لك للأربعينيين هذا الاسبرين، وما قالوا انت قلت لي باليوم صح؟ يحبه يوميا. نعم هو يقول لي اسبوع، اللي يقولون يقولون اسبوعيا. جرعته مدته في الدم 24 ساعه الاسبرين. 24 ساعه إيه خلاص بعده يختفي، اللي يقول لك اسبوعيا بس. اي بس هذول اللي ياخذونه، قلت لي اللي يدخنون او اللي عندهم كوليسترول او اللي ما عنده شيء ممكن ياخذه. اي بس يتاكد الناس اللي عندهم سكر، كوليسترول، مدخن، الناس اللي معرضين اكثر من غيرهم للمشاكل القلب. انه ما عنده مشاكل وياخذه. أيوة. هذا يكون جانب وقائي دكتور. يكون وقائي طبعا. وقائي. نعم. ولا له اي اثار انسحابيه، اعراض انسحابيه؟ لا ما له طبعا، هو خلاص تاخذ انت، لانه انت اساسا ما يعني ما في مرض ولا شيء ولا ما له علاقه، يعني ما تشوف مثلا مو يخفف الالم 1-8 ما تسوي شيء حبه سبرين، لذلك حتى لو انسحب ما راح يتغير شيء معك، لان اساسا ما لن تشعر باخذه اصلا. اي هل في بدائل للاسبرين لنفس المبدا هذا؟ الاسبرين طبعا هو الان انواع من الاسبرين اللي يقول لك مغلف، تبدا يعني شغلات التجاريه، بعضه مغلف، بعضه طبعا يقول لك لا هذا مدته مثلا اطول بشوي 12 ساعه اضافيه مثلا، زي ما قلت 24 ساعه مده الاسبرين، يقول لك 12 ساعه اضافيه، يقول لك هذا في حمايه اضافيه للمعده. لا اتكلم عن الماده الفعاله. يعني الماده الفعاله. اي الماده الفعاله، هل في بديل للاسبرين؟ حاليا الاسبرين بالنسبه للاغراض حقته افضل اشياء. في المرضى اللي عنده حساسيه من الاسبرين في علاج اخر له. بس المرضى الانسان العادي الاسبرين يعتبر من ناحيه الامان، من ناحيه تاثيره لا زال، حتى مرضى القلب بعد ما يطلع من العمليه يعطى ترى جرعه اسبرين تقريبا 4 أضعاف الجرعه، لا زال يستخدم الاسبرين على نطاق واسع من اقدم الادويه اللي درست، ولا زال مستوى الامان فيه عالي. مستوى الامان عالي. طيب خلينا نرجع بس للاطفال، لانه هذا جزء مهم ما نعتقد يهم كثير. المسكنات هل تعطى للأطفال؟ وإذا تعطى للأطفال تعطى تحت أي عمر؟ حدود معينة. المسكنات تعطى من يعني من الطفولة، من يوم متى ما صار الواحد، طبعا شعور الأطفال في الألم يبدأ عند تاريخ عند عمر معين، فمن العمر ده ممكن يعطى ألم، ممكن يعطى طبعا كشراب، ممكن يعطى بالوريد إذا احتاج الأمر، يعطى في عدة، يختلف طريقتهم. طبعا الأطفال لهم جرعات معينة مكتوبة تشوفها في أشياء الأطفال اللي هي مسكنات الأطفال موجودة، مسكنات طبعا تلقى درجات حتى يحطون فيها نكهات معينة حتى يتقبلها الطفل، هذه صارت بالفم طبعا. الحبوب تختلف، في ناس من عمر 10 سنوات عنده استعداد ياخذ حبوب، من عمر 12 سنه فكلها تستخدم بالاطفال طبعا في مناسبات مختلفه. انا بسالك يمكن عن اكثر الطرق السليمه من وجهه نظرك دكتور لعلاج ادمان المسكنات. طيب. واحد، اثنين،
بعد العلاج أو أثناء مرحلة العلاج من إدمان المسكنات خلينا نقول، هل يواجه الشخص اللي تحت العلاج هذا، هل يمكن أن يواجه أعراض انسحابية مشابهة لأعراض الانسحابية لمدمن المخدرات، ولا لا الموضوع مختلف؟ طبعا أقل شدة أكيد، أقل المخدرات لازم يدخل يتنوم ولازم يعطى الأشياء تحت شرف، هذه ممكن يخفف منها. طبعا مسألة الإيقاف المفاجئ أنا ما أنصح فيها، اللي متعود عليه تدرج تدرج يبدأ يقللها تدريجيا، يبدأ كذلك إضافة لذلك يعني ممكن إذا في بدائل، شوف أنا ما في مانع إذا في أشياء شعبية مقررة من هيئة الغذاء والدواء لتساعد في الألم والأشياء ذي، ما في مانع يأخذها تدريجيا حتى يتخلص من الأدوية الكيميكال الكيميائية هذه. إذا توفر شيء مقارنة غذاء الدواء ننصح الواحد يأخذه، هذا وسيلة أخرى تدرج. إضافة لذلك قبل كل شيء لازم الواحد يقعد طبعا مع طبيب، قد يقترح عليه بدائل أو قد الطبيب يتأكد أنه عنده مشكلة ما انحلت هي المسببة الألم المزمن. شوف المراجعة الصحية ومراجعة الطبيب هذه مفروغ منها، لازم منها، حتى إذا واحد يستخدم من زمان ويبغى يتخلص منها لازم يراجع طبيب. تذكر قبل شوي تكلمنا في بدائل تعطيك أكثر من فائدة، صح؟ فإذا وجدنا فرصة لمراجعة الطبيب بيساعد كثير في الإدمان. بس هذه وسائل أخرى، أول شيء عدم الاستماع يعني المجربين مع احترامنا لهم. إذا أنت شيء جربت جسمك غير ونفسيتك غير، حتى النفسية حق الشخص تفرق في التفاعل مع العلاج. فمهم جدا الواحد أول شيء يغلق إذنه عن الاستماع، ثاني شيء يسمع من المستشار الصحي بسرعة، الشيء الثالث التدرج، الشيء الرابع يعني في أشياء يسويها الإنسان، تمارين تخفف من الشعور بالألم، عندك تنظيم الغذاء حقه يخفف من الشعور بالألم، عندك البحث مثلا الواحد ترفيه عن النفس. كأحيان ترى كل الألم يكون سبب الألم بعض الأحيان ضغوط نفسية، فإذا تحسن الضغوط هذه ولا الواحد قدر يعالج ضغوطها تعالج الألم. شكرا جزيلا لك الدكتور وليد البديوي استشاري طب الأسرة بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، وشكرا لكل هذه المعلومات القيمة. وأخيرا حنا نبغى نقول اسأل طبيب ولا تسأل مجرب. ختامي على اللقاء.